الموضوع الأول المقترح هو كيف يتطابق الفكر مع ذاته، والمقالة هنا نستطيع معالجتها بالاستقصاء بالوضع. لماذا؟ لأن السؤال يطلب منا أن نبرهن على تطابق الفكر مع ذاته، وتطابق الفكر مع ذاته هو المنطق، أو أن الفكر يتطابق مع ذاته عن طريق الالتزام بقواعد المنطق. المقدمة: يجب أن نحيط بالموضوع ثم نطرح الإشكالية. يسهل علينا التأكد من صحة المعارف التجريبية الواقعية، وذلك باللجوء إلى التجربة، أي أننا هنا إذا أردنا أن نتأكد من معرفة واقعية كأن النبات يصنع غذاءه بنفسه نعود إلى التجربة. لكن إذا كانت المعارف غيبية عقلية يجب علينا استخدام المنطق للتأكد من صحتها. وانتهينا في المقدمة إلى طرح الإشكالية. إذا أردنا أن نفعل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى البحث عن قوانين توجه الفكر وتجعل الفكر متطابقا مع ذاته، ففيما تتمثل هذه القوانين؟ طبيعة الموضوع: نعرض الأطروحة وذلك بتبيين المنطق وقواعده. المنطق هو مجموع القواعد التي توجه الفكر نحو الصواب وتحميه من التناقض مع ذاته، وعرفه أرسطو بقوله: المنطق آلة العلم وصورته. والمنطق في الحقيقة تأسيسه يعود إلى المفكر اليوناني أرسطو. أما ابن سينا فيعرفه بقوله: إنه الصناعة النظرية التي تعرفنا من أي صور والمواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدا، والقياس الصحيح الذي يسمى بالحقيقة برهانا. ويعرفه الفارابي بقوله: أنه الصناعة التي تعطي بالجملة القوانين التي من شأنها أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات. فالمنطق هو الآلة التي توجه الذهن وتضبط حركاته وتجعله على انسجام تام بعيدا عن كل خطأ. ويعود الفضل في تأسيس القوانين المنطقية إلى المعلم الأول أرسطو. إثبات الأطروحة: إذن يتعين علينا بعد هذا تقديم الأدلة التي تثبت وجود قواعد المنطق. تتمثل قواعد المنطق الصوري التي يجب احترامها حتى يتطابق الفكر مع ذاته في قواعد التعريف المنطقي، سواء كان هذا التعريف بالحد مستخدما الفصل النوعي أو بالرسم، وذلك باستخدام العرض والخاصة. ويتعهد مبحث التصورات والحدود بضبط قوانين التعريف المنطقي، ومبحث القضايا يتولى تحديد الأحكام الصحيحة. إذن هنا مبحث التصورات والحدود يساعدنا على ضبط المفاهيم كتعريف الرياضيات، تعريف الديمقراطية وغيرها. أما مبحث القضايا فيساعدنا حتى في الرياضيات في كيفية بلوغ الاستنتاج الصحيح أو قضايا شرطية مركبة. كما يتولى مبحث القضايا ضبط قوانين الاستغراق التي تكون أساسا لضبط قواعد القياس الحملي. وأخيرا مبحث الاستدلالات الذي يسطر قواعد التقابل والعكس المستوي وقواعد القياس الحملي والشرطي حتى تكون الأحكام فيها صائبة. ويصبح مفروضا علينا الالتزام بهذه القواعد حتى يكون تفكيرنا خاليا من الخطأ والتناقض، وهذا ما عبر عنه ابن حزم بقوله: إن علم المنطق يقف على الحقائق كلها ويميزها من الأباطيل تمييزا لا يبقى معه ريب، أي أن المنطق يميز الريب من الحق أو يفصل بين الحق والباطل. نقد خصوم الأطروحة: إذن هناك من نفى دور المنطق، نعرض المعترضين على المنطق ثم نوجه انتقادات لهم. عارض ديكارت وهو فيلسوف رياضي فرنسي المنطق الصوري بشدة، وبين أنه لا جدوى من القياس لأن نتائجه مجرد تحصيل حاصل، لأنها لا تأتي بالجديد، فهي متضمنة في المقدمات، وهذا ما ذهب إليه هانز ريشنباخ بقوله. هو أيضا مفكر مختص في فلسفة العلوم ريشنباخ. ما تفعله النتيجة في المنطق سوى نزع الغلاف عن المقدمتين، لكن هذه الانتقادات مردودة على أصحابها، لأن ديكارت أثناء تأسيسه للكوجيتو استخدم المنطق في حد ذاته، فانطلق من مقدمة كبرى فصغرى ثم النتيجة على النحو التالي: أنا أفكر إذن أنا موجود. إذن ديكارت في كل كتاباته كان يستخدم المنطق، وعطى
أعطينا هذا المثال توضيحا لذلك، وبالتالي أثناءنا فيه للمنطق استخدم المنطق في حد ذاته، كما أن العلوم تعتمد في غالب الأحيان على المنطق في ضبط المفاهيم الخاصة بها. أيضا ضبط المفاهيم، نعرف جيدا أن كل علم يعتمد على المفاهيم والتعاريف، والتعاريف والمفاهيم يضبطها المنطق. الخاتمة، يجب أن نصر على الأطروحة حتى يتطابق الفكر مع ذاته، وجب عليه أن يلتزم بقواعد المنطق الصوري.